العكازة منين معوجة؟ معوجة من الفوق، الشعب ما عنده علاه. زادوا لنا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشة كاع، السكنة كاين. ديكاجي ماشي قادر المسؤولية يا روحي. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. أعزائي مشاهدي قناة العصر، سلام الله عليكم وحياكم الله. إذا تم استدعاء الهيئة الناخبة وسحبت استمارات الترشح وجهزت أشكار وأموال طائلة واستعد كل طبال ومهلهل لهذا الموعد الانتخابي، وهذا ليس بغريب أو بالجديد، حتى أن السلطة عندما تتكلم عن الموعد الانتخابي تسميه العرس الانتخابي، وهي حقيقة صادقة وفي الحقيقة صادقة كل الصدق في ذلك وفي هذا التشبيه، إلى أن المرء يتساءل ما سر تناقض السلطة بعد أن عملت كل ما في وسعها لقتل الحياة السياسية، وليس قانون الجمعيات قاتل الحريات عنا ببعيد، بعد أن استحوذت السلطة على كل الأحزاب وجعلتها دكاكين تعبث بها حينا وتوظفها حينا آخر، حتى أن بعض المرشحين يفضلون ترشحهم دون وصاية الأحزاب أو ما أصبح يسمى بالمرشح الحر، لأنهم يعلمون أن المواطن يدرك أن الأحزاب اليوم هي تجمع لأصحاب المصالح ولا تخدم المواطن. إذن هذه السلطة التي عملت على تعفين الجو السياسي وقمعت كل الجمعيات التي ترفض التطبيل لها، قمعتها إما بالتضييق والحل الإداري أو محاولة شرائها بالشكارة والائتلاف. كيف لهذه السلطة التي توظف سلطة العدالة وتجعل منها جهازا في خدمتها وتستنزف أموال الشعب إلى درجة أنها جعلت من الفساد مؤسسة تتحكم في رقابنا وفي مستقبل أولادنا؟ كيف إذن يمكننا أن ننتظر اليوم من هذه السلطة أن تنظم انتخابات نزيهة وشفافة كما تقول؟ ثم لنا أن نسأل دون تشكيك في نوايا المرشحين، هل باستطاعتهم بعد فوزهم إن حصل أن يغيروا في الوضع أو من الوضع البائس؟ أم أن الأمر ليس أكثر من ديكور انتخابي يتطلب أرانب وبهلوانيين لحبك المسرحية، ثم تعود ريما إلى عادتها القديمة وينسى المتعهدون بما عاهدوا الشعب به في حملتهم الانتخابية؟ القضية ليست مجرد وعود، المواطن سئم من الوعود البراقة، كم من مسؤول وعد ثم أخلف؟ هل الحل إذن في تنظيم انتخابات وتسويق لبرامج انتخابية، أم في الآليات التي تفرض على المترشح والفائز بالوفاء بوعده؟ فهل نخطب ثم نحطب، أم نحطب ثم نخطب كما قيل؟ هل الحل يبدأ أولا بتشكيل آليات تضمن نزاهة الانتخابات وشفافية، أم نتشبث بالتمني وننتخب وربما يحلها ربي بعد ذلك؟ نسمع منكم الإجابة وننصت لآرائكم بعد الفاصل القصير.
إذن أهلا وسهلا بكم. إذن بعد أن استدعيت الهيئة الناخبة وسحبت الاستمارات الترشح، هل يحق للمواطن التساؤل حول مدى نجاعة هذه الانتخابات في حل مشاكله؟ وهل تكون نتائجها كما تصوره لنا هذه السلطة بأن هذه الانتخابات هو سوف تفرز لنا مهدي المنتظر، وأن هذا المهدي هو من يخلصنا بكل الرذائل والمعوقات التي أعاقتنا بالوصول بالركب الأمم، أم أن هذه الانتخابات ديكور كما عودتنا هذه السلطة منذ الاستقلال؟ أم ذاكرة المواطن قصيرة وينخدع للمرة الألف ويذهب للعرس الانتخابي وبعدها يدفع فاتورة كل العرس؟ معي عبد القادر من الجزائر. سي عبد القادر أهلا بكم، مرحبا. ألو سي عبد القادر، يبدو أن سي عبد القادر غير جاهز أو انقطعت المكالمة. ألو الو. اذا قلت نعاود ذكر فقط بموضوع الحصه، وهو هذه الانتخابات ماذا يجني منها المواطن؟ هل كما عودتنا السلطه هي التزوير وننتظر مهدي المنتظر لازاله هذه المشاكل التي تعيق تقدمنا وتعيق انطلاقتنا؟ نعم معي من شلف، من معي؟ محمد ميش. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، شكون معايا؟ محمد من شلف. محمد من شلف. أهلا بك سي محمد. سلام، غير مدارك. الحمد لله، تفضل سي محمد. يا أخي نعطيك واحد الفكرة فقط. تفضل. الجزائر كل شيء مستورد. إيه؟ مفهوم. نعم. الجزائر. نعم. هنا في الجزائر كل شيء مستورد، شوف. الفريق الوطني مستورد، الفريق الوطني ايه مستورد، جبنا لاعبين من الخارج وضرب، والان يعني جابوا لنا فانيرو اسا مرشحين من الخارج، مفهوم؟ ايه كمل كمل الفكره تاعك سي محمد. جابوا لنا الجوار من الخارج، إيه؟ وزادوا جابوا لنا مرشحين من جنسية فرنسية. الجزائر أصبح فيها كل شيء مستورد. بصح القانون يمنع سي محمد، القانون يمنع ترشح أي رئيس إلى المنصب الرئاسية مزدوجية الجنسية، يعني ما فيش يعني الحقيقة ما كل المترشحين لازم يكونوا عندهم جنسية جزائرية فقط من الأب والأم. نورمال ما تكون الجنسية يعني في الأم، والإنسان يكون المترشح لازم يكون يعرف كل صغيرة وكبيرة عن بلاده. نعم. ولكن هذا اللي جابوهم من المترشحين من الخارج لا يعرفون حتى ربما حتى الولايه الاصليه وما يعرفش. نعم، بارك الله فيك محمد على هذه المداخله. نشوف سي الشافعي من بسكره. سي الشافعي اهلا بك. الو. اهلا بك سي الشافعي. الو. السلام عليكم اخوي عبد النور. اهلا بك، مرحبا بك استي. الله يسلمك وتحيه لكم كل كل المشرفين على القناة الطيبة ومراشد كل شيء. الله يسلمك. ويسلمك. فيما يخص وعود الرئاسة عدوى. نعم، هل الانتخابات ماذا يجني منها المواطن؟ هل هي كوعود يعني كسابقاتها؟ أم هي يعني سوف تغير شيء من من الواقع المزري للذي يعيشه المواطن؟ والحقيقة أن تكون شفافة، وهل المترشحين يعني إن فاز فيهم أحد يعني هل ممكن أن يعني يغير من واقع الجزائر في رأيك؟ دوك نقول لك أخي 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 عبد النور، أول حاجة أنه من نهضر باختصار شديد. نعم. أصبحت كما نقولوا العدالة في الجزائر، شوف العدالة تكون أحكامها وقراراتها تسمى وعود، إذا كان وعد القاضي بحاجة يصدر لك حكم. نعم. بإمضاء نتاعو بلوكاشي تاع لاجيستيس تاع العدالة وما توفاش.
يعني كي تعود عندك خصام نتاول والسلطة التنفيذية نتاول العصابة الحاكمة يعني. نعم. وما تتوفاش وش من وعود ننتظروها من عند البريزيدون يقول لك رايح نوفر لكم وعود والله من عند النخبة السياسية في الجزائر المتمثلة في الأحزاب والحركات الجمعوية. شوف خويا عبد النور أي حزب في الجزائر والله أي حركة جمعوية نعم راهي تزكية جاية من الديارات وإلا سيكيريتي ميليتير هي متوحة رمفولولها يخدموا لصلاحها وذهبت المبادئ والقيم. علاش لماذا راجع هذا ذهاب المبادئ والقيم الى عقليه الطمع؟ طمع يفسد الطمع يعني ولا الطمع هو الغالب الرئيسي على عقليه الساسه الجزائريين. والامثله الحيه راهي قدامنا بالامس يعيبون على سياسات النظام بعض من الساسه كما ذاك الجلالي سفيان اللي راهم يعيطوا له دي طونطون يحكي في المغاربيه وهذاك التوافي يوقفوا النظام هذا كي مسخرتهم لاجنده تاع الديارات دايرتهم في الاوبوزون. والله ما يبانها والله ما لكن سي سفيان سي الشافعي ان سي سفيان يعني رئيس الحزب تاع هو الاول يعني من الاوائل اللي ذكروا الفساد يعني ما كانش يعني تقريبا رؤساء الاحزاب يعني كانوا في بهذه القوه يعني هو من يعني والله غير الاول اللي ذكر ابو جراط الطالبي هو الاول اللي ذكر الفساد عبيدي ام كل توحد برك يقول له اهدر برك ومعليش وانا نرمط وكل اك على بالك عندك اجنده ونورمال اذا كلام في كلام سي الشافعي ونبقاو يعني غير في الوعود فقط وتبقى وعود حبر على ورق. بارك الله فيك سي الشافعي على المكالمه. نشوف سي سعيد من بركه. سي سعيد اهلا بك. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بس الحمد لله تفضل سي سعيد. يعني الانتخابات هذه اذا كان شنو يجي رئيس يصلح لي هو نقول مثلا يعاون الزواليه ويعاون الشعب ويعاون ديكم ومي هذه تاع اصحاب الشكاره هذه حتى ما لا. ولكن كل سي سعيد كل المترشحين يقولوا احنا جينا نعاونوا الزواليه ومن 50 سنة وإحنا نسمعوا في هذا الكلام، هل تثق فيهم الآن اليوم؟ بصح أخويا ما عاونوا لا زوالي لا والو، زوالي زايدين يردموا فيه والقاني يطلعوا فيه. وإحنا زوالي هذا الناس راها كاين اللي ما يسعاش عشاء ليلة، واحد راها راكب في طوابين تاع 400 مليون. نعم. إذا نظن يعني يعني الثروات غير موزعة بتوزيع كاين اللي عايش وكاين اللي ميت. الزوالي ميت والقاني يزيدوا له، الزوالي ميت والقاني يزيدوا له. قال ما في السكنه تاع سكان الريف هذه واحد عنده داره على 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 ربع الواوات وواحد ساكن في قربين تاع الجاج وما لقاهش ما عطاولوش. وسي سعيد كيفاش تشوف انت الحل؟ سي سعيد سي سعيد كيفاش تشوف الحل انت يا؟ هل هو في الانتخابات؟ الحل نتاع نتاع الانتخابات هذه والله خاطر اصحاب الشكاره واللي يجي فيها ليه نفسه وخلاص لا بالقليل ولا بغيره. نعم بارك الله فيك سي سعيد على المداخله هذه. ناخذ مرزوق من بومرداس. سلام مرزوق اهلا بك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. واش راكم لاباس؟ الحمد لله تفضل سي مرزوق. يا خويا بخصوص الانتخابات تاع شي سنه المواطن من الانتخابات. نعم. احنا نشوفوا احنا دوك الرئيس اللي يجي ان شاء الله يكون في حسن المواطن ويلبي له طلبات تبعه. هذه امنيه ولا يعني متاكد منها يعني باش التحسين؟ امنيه ان شاء الله وان شاء الله فيها خير البلاد ان شاء الله. وحنا نتمناو باللي البلاد هذه ما تقعدش هكذا يكون فيها شونجمون راديكال ويجوا الناس ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله في البلاد هذه ونخرجوا من الازمه هذه اللي رانا فيها. وحنا نتمناو الخير ما نتمناوش الشر للبلاد هذه ان شاء الله باذن الله. وتكون يعني تكون حاجه مليحه لبلادنا باش تقوم في الازدهار والنمو ان شاء الله. وان شاء الله احنا دائما نتفائلوا خير اوني دي اوبتيميست ماشي دي بيسيميست. وان شاء الله يكون فيها خير يا اخي وحنا نتمناو توجور الخير للبلاد هذه يعني وان شاء الله يكون فيها خير. وهذا ما كان. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله بارك الله فيك. اذا اللي يتمنى خير اللي يفقد الامل كما قيل.
واللي ما عندوش امل يعني ما وكان ما عندناش امل ما راناش هنايا ما كنت هنا وما ناش هنا هنايا اذا فيه امل لتحسين الوضع. بارك الله فيك انور. سي انور اهلا بك. اهلا اهلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. نعم اتفضل سي انور. يعني حول البرامج الانتخابيه قلت لي هكذا يعني والوعود البراقه. نعم هل هذا هو السؤال؟ نعم مطروح اليوم. نعم يعني المساله هي المساله اولا ذو شجون حتى نفرق بين البرنامج الانتخابي والبرنامج السياسي الاحزاب، فلهذا برنامج الانتخابي لحزب معين او لشخص تكنوقراط او برنامج انتخابي لمرشح ما لرئاسيات ما او حتى مع الانتخابات المحليه والتشريعيه. اما فيما يخص البرامج وعلى كثرتها وتعددها تجعل الكل يعني يتبجح ببرنامجه، ولكن المشكله يعني التي لابد ان يركز عليها الاعلام والسياسيين والباحثين هي في كيفيه تنفيذ هذه البرامج في ظل خاصة غياب الإرادة السياسية والبيئة الصالحة، يعني البيئة السياسية والبيئة يعني القيم الديمقراطية، هل يعني فيه انفتاح، فيه قبول الآخر، فيه تعدد الرؤى، فيه إرادة سياسية صح التعبير للنظام السياسي القائم، حيث لا يمكن التكلم عن البرنامج في إطار غياب أسس القيم السياسية السليمة إن صح التعبير، وعليه لابد من أسس وقواعد، وعلى هذا ربما لازم آليات تضمن ذلك يعني. نعم لابد هذا ضروري. وش من الآليات اللي تشوفها أنت يا؟ وش من الآليات لازم تكون؟ وش من الآليات لازم يعني تكون باش تضمن هذا يعني؟ نعم نعم أنا في هذه المسألة لابد من أسس وقواعد أكبر من آليات، يعني الآليات تدخل في جانب يعني في الميكانيزمات حاجة تقنية أكثر منها، ولكن عندما نرتقي بالمفهوم الديمقراطي والوعي الفلسفي للعبة السياسية هذا يعني يجعلنا أكبر من هذه المسألة، فلهذا أنا في رأيي لابد أن تكون نقطتين ضروريتين في العملية السياسية، والأولى لابد من إشراك جميع الفاعلين السياسيين، وهنا نخص بالذكر القوى المؤثرة في العملية السياسية وليس الأحزاب الإجهارية، هذا تفكيك مفتت مع احترامي لجميع الأحزاب. لماذا القوى المؤثرة؟ لأنها فاعلة ولأنها تؤمن بالمبادئ وليست آنية. الآن أصبح ما يصطلح عليه بمصطلح شكارة، يديروا يعني حزب سياسي يجمع من هنا ومن هناك لفترة معينة، يصنع اسمه، يصنع برلمانات، تشوف يعني حال في برلمانات في الوطن العربي في الجزائر ايضا، وهذا لا يخفى على احد من السياسيين سواء المعارضين ولا يعني الموالين للنظام الحذر. ايضا يعني النقطه الثانيه لابد من يعني اسمح لي كأنك تدعو الى مجلس يعني تاسيسي عوض الانتخابات ولا كيف؟ تدخل لا يعني تشرك يعني جميع الفاعلين السياسيين الاحزاب والفاعلين السياسيين يعني نعم المرحلة الانتقالية تكون كسلسة يعني تجمع جميع الأطياف، هذا شيء محمود وشيء لابد أن نذكر به يعني من هم في المعارضة ومن هم في النظام الشرفاء في النظام. وأيضا المسألة الثانية والنقطة الثانية هي لابد من إشراك الشعب، يعني هذا هو روح العملية السياسية. نعم شراك الشعب من اجل اختيار ممثليه الرسميين وليس مشكله في العالم العربي، وتشوف يعني التحول الديمقراطي الذي تعانيه الدول العربيه بعد الربيع العربي هو مشكله الوصايا على الديمقراطيه واختيار الشعب لممثليه، يعني اصبح لدينا اوصياء على الشعب وهذه الكارثه. اما فيما يخص الوعود فسؤالك كان ينطلق يتطرق الى محورين، مساله الوعود البراقه انا اقول لك انا عندي واحد المصطلح نقوله لك ربما يصح ربما خطا، هو اصبحت ظاهره مرضيه عاديه. سبحان الله تقول لي كيفاش تقول لي ظاهره مرضيه عاديه؟ نقول لك لانه في يعني في المجتمعات هذه السياسيه المتعفنه ان صح التعبير اصبحت يعني من بديهيات العمليه السياسيه العفنه الممزوجه بالمال السياسي، وانت تعرف الاوضاع يعني البلطجيه ويعني شراء الذمم، هذا المشكل، هذا المال السياسي العفن والاوضاع اليوم خير دليل على سوء الوضع. وكان الشيخ ربما أنا لم اعاصره بحكم صغار سني وانني باحث، ولكن كان السي عبد الحميد مهري يقول زمن الرادعه، هذا هو الرادعه اهلها رحمه الله. ومثال هذا نعطيك ربما مثال صغير او مثالين، شوف انت فقط عندما تتكلم عن البرنامج السياسي والبرنامج الانتخابي وهل الشعب ورائك ولا لا، شوف فقط مساله الاحتجاجات في الشوارع في يعني عندما يخرج تكون مطلبيه اجتماعيه ثم تتحول
في التحول، يعني هذا من بديهيات الامر، تكون مطلبيه اجتماعيه ثم بصفه يعني تلقائيه تصبح سياسيه، لان خاطب من يحكمك يعني. فلهذا تشوف هل الاحزاب دور، هل تواصل بينه وبين الغادرين ما عدا وجود يعني العراوات ويا الشرطه في مواجهه الغادرين، هل للبرلمان يعني نركز على البرلمان بغرفته لانه هو الممثل للشعب وكذا، بين قوسين ممثل الشعب على حد زعمهم، لانه في الواقع شيء اخر، يعني دور فاعل في رسم السياسه العامه، مش ما نقولكش دور فعال في اقتراح قوانين وابطال وبيان رسم السياسه العامه وكذا. فلهذا يعني المساله اظن ان البرنامج الانتخابي في هذه الدول يعني الدول التي لا تحترم نفسها ولا تحترم القانون كبير عليهم، هذا الموضوع كبير جدا. بارك الله فيك سي انور على هذا التحليل وهذه المشاركه، شكرا لك. نشوف احمد من تيبازا. سي احمد اهلا بكم، مرحبا. الوي اهلا بك سي احمد. نعم اتفضلك على المباشر. نعم اعطينا الموقف تاعك سي احمد. مساء النور. مساء النور سي احمد. في الحقيقه الازمه التي نعيشها من 62 او الازمه اللي نعيشها ما قبل 62 في الحقيقة الأستاذ يحيى عبد النور نظن راه وضع يده أو أصبعه على الجراح، راه صدر كتاب يعني السنة هذه ويتكلم على الأزمة تاع 49، وعلى حساب ما شفنا في الكتاب ودرنا دراسة معينة أن الأزمة تاع 49 أخطر أزمة شهدتها الحركة الوطنية، ولليوم ما زال التداعي تاعها تتجلى عن في جميع ظواهر الحياة نتاعنا، لأن الأزمة تاع 49 صبحت اليوم موجودة في كل شوارع الجزائر وفي كل مكان في الجزائر. واش لازم يكون اليوم؟ أنا نظن باللي الطبقة السياسية ما عندهاش الشجاعة باش تعلن ما هو واش لازم يكون، لأن حتى هي بحد ذاتها راهي نوعا ما متورطة في هذه الأزمة. إذا القضية نتاع الانتخابات أو مش الانتخابات أو مرشح فلان أو مرشح فلان على حسب اعتقاد نتاعنا على كل حال هي أصبحت حاجة روتينية وأصبح فعل تقليدي قادم جدا، وأصبح الشعب الجزائري ما يثقش في هذه الظاهرة، وهذا يعني نتيجة حتمية. ونظن باللي الشباب نتاع الجزائر اللي راهم الان مولودين في 86 في 96 او 97 عندهم حق الانتخاب، يعني راهم كبروا، يعني راهم يعني الجيل راه تغير، يعني اللي جايين في الان ما علينا الا الطبقه السياسيه يعني تتخذ مواقف صارمه ومواقف حازمه، ولا ما اقول طبقه يعني سياسيه في جميع الاطراف يعني في السلطه في المعارضه، لاننا كلنا جزائريين ومعنيين بهذه القضيه. كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعه. نعم كل واحد يتحمل المسؤولية، السلطة تتحمل مسؤوليتها والشعب يتحمل مسؤوليته، يعني كنقول الشعب يعني المعارضة أو الطبقة السياسية الأخرى والأحزاب. نعم ولكن الآن كلمة المسؤولية، الآن تقول كلمة المسؤولية، هذه الكلمة ما معناها وما هو المدلول نتاعها وكيف نحدد حجم المسؤولية من طرف إلى طرف؟ الان السؤال ماهوش يعني الان هذه كلمه يردوها كاع الناس، كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو، الاب يتحمل المسؤوليه تاعو على ابنه، ومدير المدرسه يتحمل المسؤوليه من المدرسه تاعو، ومدير البنك في البنك هذه. ولكن السؤال المطروح الان ما معنى هذه الكلمه؟ كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو، لان هناك اطراف بزاف في الشعب الجزائري يقول لك انا عندي مسؤوليه ولكن المناخ ما يساعدنيش باش نطبق هذه المسؤوليه. الان تبقى القضيه مطروحه بقوه، ولازم على الطبقه السياسيه، ولا ما اقول الطبقه السياسيه، حتى الطبقه السياسيه اللي ماشي معتمده واللي راهم في الخفاء واللي يعنوا، لان هناك نضال كبير في الخفاء، يعني نقول الحقيقه باللي هناك اشياء كثيره جدا جدا ماشي معلنه في وسائل الاعلام، يعني وسائل الاعلام هي الصحافه المكتوبه والمسموعه والمرئيه، معناتها في المجتمع الخفي، معناتها في الجزائر العميقه. لازم على الشعب الجزائري والطبقه السياسيه ان نذهب الى الجزائر العميقه ونتفحص الامر بدقه، يعني بمعنى كيما احنا مثلا نديروا
استكمال للسياره يعني شهاده تقنيه، يعني لازم تكون عندنا شهاده تقنيه. ماذا يجب ان يكون وكل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو؟ وان كان هناك انا متاكد بان نصل الى قضيه الى بعض المصطلح يسموه العزل السياسي. العزل السياسي لازم يكون كيف يتزايد على السياسي، معناتها القطيعه اللي كان ناس السلطة ولا كان ناس في الأحزاب والحق الوقت باللي فشل لازم يعلن روحه باللي أنا فشلت وما نقدرش نكمل ويقدم الاستقالة تاعو أمام الطاولة إما في أي مكان كان ويقول لنا سمحوني على كل حال. ونتمنى النجاح للشعب الجزائري ونتمنى من الرفاهية ونتمنى الازدهار والله يرحم الشهداء شهداء الأمس. والجزائر تحتاج إلى كل يعني أولادها، يعني مهما يكون الجزائر يعني تحتاج إلى كل أبنائها. بارك الله فيك سي احمد. ناخذ محمد من غليزان. محمد من غليزان، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، تفضل محمد. كيفك داير؟ الحمد لله، تفضل سي محمد. واه تتكلم على الرئاسيات؟ نعم، وش رايك انت؟ انا رايي قولي انا يا ماما احنا من الاستقلال قولي رانا قاعدين في المسألة رئيس اللي يجي ولما ينسي قماش. إذن نفسها يعني هذه الانتخابات هذه يعني تشوف فيها أنت كما الانتخابات الأخرى ولا كيفاش؟ الانتخابات هذه يقبلني أنا كما العادة كما العادة ما إيش غادي تسقم ما دام هذا النظام قايم ما تسقمش. تسمى الماتش مبيوع يا كريم. الماتش مبيوع يا ملا. هاو مبيوع وا. بارك الله فيك محمد. بارك الله فيك سي محمد على هذه المكالمة. كريم من حراش. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سي كريم. شراكم لاباس؟ الحمد لله الله يسلمك، تفضل أنت. أخويا أقول لكم تبارك الله فيكم شراكم تخدموا، خليكم تخدموا بيان. وهذا النظام ما نعملوش قاعدين سراقين وكذابين لازم نشانجمون راديكال يطيروا كاع المرض مشى خلاص كاع اللي يجي اللي يحكم بوس يدخل يسرق وكيشابوهم يسرقوا من فوق ولاو كاع يسرقوا حنا ان شاء الله يكون نشانجمون راديكال يطيروا كاع حاجه كل هذا الحرام هذه الخيان فهم وجو رجال ونسلم عليكم كاع تاع المغاربية والعصر بارك الله فيكم بكم خدمة عزل ورانا معاكم. بارك الله فيك سي كريم على المداخلة. وناخذ أبو عبيدة من بسكرة. أبو عبيدة أهلا بك بناس بسكرة. يبدو أن مكالمة أبو عبيدة انقطعت. عبد الله من البليدة. شكرا. السلام عليكم. أهلا بك سي عبد الله. سلام ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي حبيت نعطي رايي في هذا الموضوع اللي راكم تتكلموا عليه. نعم، بالنسبه للانتخابات المهم مش انا رانا عايشين هنا في الجزائر راني الله يبارك راني عندي 58 سنه الله يبارك ان شاء الله يطول عمرنا على الطاعه ان شاء الله. المهم واحد قبل ما يموت نعطيكم هذه النصيحة هي الحلول هي قلب الحبة لازم نفكروا في الحلول. انتخابات أنا عارفينها مسبقا كما يقول لك يروح موسى الحاج يجي حاج موسى كيف كيف كما يقول لك واش تخير ما نقولوش حاجة كل الكلبة نقول ولاد القطة واش تخير من ولاد القطة كاع قطوطة. المهم الحل كيف نتخلصوا من هذه العصابة هذو اللي لاعبينها زعما سوبر جزائريين ولاعبينها زعما دائما مليون ونص شهيد وأول نوفمبر والعلام وشي كيف هذاك السيناريو هذاك مليناه بون هذو الانتخابات نديروا انتخابات ولا لا لا نعم يروحوا 10% ينتخبوا ولا 70% كما يقول لك مخدومة من قبل ورانا جزائريين نعرفوا بعضنا بعض. المهم الحل ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الجزائريين يفيقوا ان شاء الله ما نديروش كيما ليبيا هذيك تاع كذا وكذا ان شاء الله هيهات لا نوصلوا لهذا بصح ان شاء الله
تتنحن هذيك المتشاوي أمصابي أقبيلي أكذ غربي قبلي. إن شاء الله هذيك لازم نتوحدوا خاطر هذا هذو أكثر من الاستعمار الفرنسي. نقسم لك بالله العلي العظيم أكثر من الاستعمار الفرنسي. هل دون سابوطونا في كل شيء، خسرنا كاع ولادنا الذكور الاغلبيه تشوفهم في المخدرات هذوك الكاشيات قابضين الانترنت غير في هذوك الفساد لي جو دخلهم في لونساج هذيك تاع غير بالريبه البنات تاعنا ثاني ردوهم كاع. هل يمكن سي عبد الله هل يمكن للجزائر ان ترفد براسها ما دام هذو بون واحد عمره ما يتشائم، بصح ما دام هذو فوقنا يتحكموا علينا هيهات لنردوا برا. وخاصة لازم تغيير شامل بالظلم، حنا رانا نشوفوا كاع الظلم وضراء كاين الحمد لله كاين جزائريين اللي عندهم الغيره، بصح الاغلبيه ردونا لاتين غير بالماده وكروشنا ولينا كاع هذوك تاع من كاع ولاو اضراب ناس اضراب غير على لابي الكرش كذا هذا ما كان ولينا غير تاع بوطون. ان شاء الله هذه العادات السيئه تتنحى، ان شاء الله كي نوضوا ان شاء الله كي نتوحدوا. وراك بكري كانت هذيك السيكوريتي ميليتير يخوفونا بها وكذا ربك تهضر لهم بالانترنت كذا يجموا يتوحدوا ما كان يتوحدوا. وان شاء الله قلت لك قلب الحبه هذيك النحيه والشاويه والقبيليه والمصابيه كما راه حبوا يديروا لنا الفتنه هذه تاع غردايه، هما اللي داروها ولا مضاربين لنا، هما اللي هم يشعلوا فيها. ان شاء الله الجزائريين ما كاش هذيك تاع نتوحدوا كاع، ولي زيميغري ثاني ان شاء الله عندهم دور هام لي زيميغري ان شاء الله. وانا نقول لك سي عبد الله بعد ما واحد ما يفكر في عبوطو كما تقول يفكر قبل بقريو تاعو. بارك الله فيك سي عبد الله على هذه المداخلة. نشوف محمد دعدي الناشط الحقوقي. سي محمد أهلا بك ومرحبا. أهلا بك يا عبد النور. تفضل خويا. فيما يخص عنوان الحلقة اليوم إن شاء الله هو الحل في البرامج والوفاء بهذه البرامج. نعم. هل الحل في البرامج أم الوفاء؟ نعم. أنا أعتقد هو الأصل الوفاء بهذه البرامج. ولكن السؤال المطروح أخي عبد النور هو هل هناك برامج لهؤلاء المترشحين؟ الناس تسميهم أرانب، أنا ما أسميهمش أرانب، أنا أسميهم فئران تجارب. أبداً إلا هادو أرانب راهم لاباس شوية. هادو فئران تجارب ما كان والو، هذا مثلاً هادو المترشحين هادو، أبداً ما عندهم براءة مثلاً يتكلموا مثلاً في القضايا الكبرى مثلاً قضايا المختطفين مثلاً. هل سمعت أنت ولا أنا ولا أي جزائري، أي مرشح من هؤلاء فئران تجارب يتكلموا مثلا على قضية المختطفين في الجزائر اللي راهي أكثر من 18 ألف مختطف؟ هل سمعنا مثلا في الجزائر واحد يتكلم على معتقلي الصحراء لماذا أحدهم لمناطق فيها إشعاعات نووية وما إلى ذلك؟ هل سمعنا لماذا أحد المرشحين يتكلم مثلا لماذا تم توقيف المسار الانتخابي في 92؟ هل سمعنا احد المرشحين مثلا يتكلم على تدخل السافر لفرنسا في الجزائر؟ هل سمعنا مثلا احد المرشحين؟ ولكن نقدر نقاطعك سي محمد تفضل. التدخل انا شفت التدخل تاع بن فليس مؤخرا، يعني الخطاب تاعه كان يعني قوي جدا، وكان يعني التفعيل يتكلم على المصالحه وقال تفعيل المصالحه وقال لازم الدولة تتحمل مسؤوليتها. يعني هذا التعبير يعني المسؤولين ما عودوناش يصرحونا مثل التصريحات هذه. هو 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 صحيح التصريح هذا قوي، لأنه الشعب الجزائري الآن غير الشعب. وهذا وش يستنى الشعب الجزائري؟ المصالحة الحقيقية يعني. علاش أنا قلت لك؟ لأنه قال هذا الكلام، هذا الكلام قالوا صحيح هو كلام قوي، ولكن قلت لك لأنه قوي لأنه الجزائر 2014 غير الجزائر 2000 مثلا، غير الجزائر 1999 لما كان هو مدير حملة بوتفليقة رئيس بوتفليقة، ما هوش غير من يوم مثلا الفساد وما إلى ذلك. رئيس بوتفليقة لما جاء الجزائر وجابوه جنرالات المخابرات وفرنسا
على رأسهم. كان كان عنده ملف في في محكمة سيدي محمد يعني اختلاس وما إلى ذلك. يعني هو كان يعرف هذا الشخص يعني، وهذا ما هوش اختلف معاه ولا ذاك، هو حبي يولي رئيس دعم بعض جنرالات، وكان للأسف الشديد كان كانت القوة الغالبة مع مع بوتفليقة، وبالتالي هزموه يعني. ولما هزم راح لا أدري أين ذهب، ما شفناه ولا تكلم. هو يقول هو يقول محمد ماشي باش ندافع عليه والله، هو يقول في 2003 لما كنت رئيس الجهاز التنفيذي تاع السلطة الحاكمة قال ما خلونوش نخدم، وبالتالي ترشح إلى رئاسة الجمهورية باش بين قوسين يخدم يعني يغير، ولكن شفنا كيف الآن في 2014 يقول أنني جاي باش يعني أترشح لي نشوف لأن الجزائر تحتاج إلى رجل جديد وتحتاج إلى وجه جديد وتحتاج إلى كل الجزائريين، هو راه يقول. ويقول أن المصالحة الوطنية هي يعني باب هذا من بابان اللي قوته في الانتخاب في هذه الحملة، أن جاء للمصالحة الوطنية الحقيقية. أنا عندي نقول لك واحد المثل اللي يقولوه في الجزائر هنا بزاف. نعم. يقول لك اللاعب حميدة والرشاب حميدة في قهوة حميدة أكيد يربح حميدة. أنا نتحدث هذا من فليس وغيره، هذا في أنا تجارب. نعم. أنهم ينجحوا هما يعرفوا معايير القوة وين، يعرفوا شكون يرجعهم رئيس وشكون، هما أبدا ما يعرفوا بلي الشعب هذا ما عنده حتى دور في انتخاب الرئيس. الجزائر الشعب الجزائري منذ 1962 ما عنده حتى إرادة في انتخاب أي رئيس جزائري. كرة خد سي محمد، محمد تفضل سي محمد. كرة يعني راه يسمع فيك، واش تقول له انت يا في الحمله الانتخابيه تاعو واش تقول له يعني؟ نقول له ما هي المطالب تاعك كمواطن وك يعني ك كناشط حقوقي؟ انا نقول لك خويا انا نشوف اللي ينزل مع ويضربوه معنا وياخذ قزول مع ويوقف مع عائله المختطفين. نعم. ويوقف مع معتقلي الصحراء، هذاك هو اللي هذاك من بعد ثم يحب يرشح روحه ويشاورنا ويشاوروه ان شاء الله، هذاك انتخبوا عليه. اما هكذا يجي من الخفاء ويأيدوه جنرال او جنرالين ويروح لفرنسا يجيب شويه تأييد من كاش وزير ولا ما غادي يجي هنا يقري علينا الحوت كما نقولوا حنايا، هذاك ما يسحقوه ما يديك ما يجيبك، هذاك ما يدير والو. على كل حال كل الرئيس تاع الجزائر راهو جاهز ومجد ومطبوخ في المطابخ في المطابخ الامريكيه الروسيه والمطابخ المخابرات، والشعب الجزائري هذا ان شاء الله يجي وقت ان شاء الله ينتفض فيه الشعب الجزائري هذا، قام تقوم بثورته ان شاء الله كما قام بثوره 1954 او نوفمبر ان شاء الله، الثوره قادمه باذن الله سبحانه وتعالى، حينها ان يجوا الناس اللي يحبوهم يحبونا وينتخبوا عليهم ان شاء الله. وهذه الثوره كيفاش تشوفها انت يا سلميه ولا بالسلاح كتقول 54؟ الثوره هذه احنا ثورتنا كانت مع الاستعمار، اما مع بني جيل كثير هؤلاء اللي عبيد فرنسا انا اسميهم، ستكون سلميه ان شاء الله لا عنفيه، وسيضرب الشعب الجزائري اروع الامثله في التضحيه وفي في 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 ثورته ان شاء الله، التي ستكون الثوره الثانيه الثوره الخالده ان شاء الله التي سيذكرها كل الناس في التاريخ. بارك الله فيك محمد دعدي الناشط الحقوقي، كنت معنا من الجزائر. ناخذ محمد من مستغانيم. أهلا بك محمد. أحمد. 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 أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. فيما يخص الانتخابات. نعم. والله هي مهزلة كما سابقاتها. والشعب فقد الثقة. نعم. فقد الثقة. ما كانش ثقة. واش لازم باش نرجعوا الثقه يعني سي احمد؟ باش نرجعوا الثقه بين الشعب والسلطه الحاكمه، من في الشعب والسلطه الحاكمه اللي ما يبقاش من هذو القدماء هذو، الاسره الثوريه هذه اللي ما تبقاش في الحكم، ما تبقاش. لا نعم. بارك الله فيك سي احمد، وتحياتي لك وتحيات لسكان مستغانيم. معي عمار. سي عمار اهلا بكم مرحبا. سي عمار
الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله بك سي عمار، اهلا بك. انت من عائلة المختطفين سي عمار. السلام عليكم اخي عبد النور، واش راكم؟ تحياتي لقناة العصر وطاقم قناة العصر وقناة الاحرار. الله يسلمك. وتحياتي للشعب الجزائري الحر، وسلامي على ام امين الحرة. نعم اخي كريم، اليوم احنا رانا راكم في هذه الحملة الانتخابية، يعني اليوم راح يطرح السؤال على الحملة الانتخابية هذه. نعم احنا نقول يعني الحملة الانتخابية هذه احنا نحب الانتخابات الحرة. نعم. ونزيهة، ولكن اذا كانت واذا كان التغيير الجذري في الجزائر تتمسح كله، تتمسح كله هذا هذا العداوة، العداوة نتاع الجزائر، هذا هذا الحكام الجزائري اللي راهم في الحاليين لازم كل يعني ينسحبوا من الحكم هذا، وتكون يعني انتخابات حرة، جزائر جديدة. سؤالي يطرح، هل الرئيس هذا الجديد اللي يكون يعني منتخب ديمقراطي، هل تكون المصالحة حقيقية لكل الجزائريين؟ وتكون مرشحين من الجبهة الإسلامية، يعني هذه المصالحة، يعني راني سمعتك تتحدث على بنفليس وتقول يتكلم على المصالحة. يعني كذكر فقط، يعني مانيش قلت يعني من بين الأوائل، هو الأول اللي وضع الترشح تاعو وقال ذكر المصالحة، هل يتبعوه الآخرين يعني وكلهم يتكلموا على المصالحة الحقيقية، أم الوحيد اللي حيتكلم على المصالحة الحقيقية؟ هذا فقط يعني تساؤل فقط. نعم، ولكن اخي عبد النور، لكن بوتفليقه وسيد جانا بكلام المصالحه. نعم، وما نفذهاش. ولكن سبحتنا مكالحه، سبحتنا القتالين دايرهم ورا ظهره، الجنرالات ولم يتحاكموا، والمفقودين وين المختطفين؟ هذو وين راهم المختطفين؟ انا كعائله من عائله المختطفين. نعم. دروك 20 سنه وانا نجري على المختطفين هذو تاع الجزائر، فينهم هذو؟ عندنا الشهادات، رانا بينا شهادات. نعم. باللي الناس هذو راهم اداهم الامن واداتهم المخابرات، ولكن اليوم التغيير الجديد في الجزائر ان تكون المخابرات بعيده عن الحاله السياسيه، والجيش الجزائري يكون على الحدود الجزائرية، ويخليوا الشعب ينتخبوا حر، وتكون الجزائر حرة ديمقراطية بالعدالة. وهذا حتى واحد لحد الآن يعني المترشحين حتى واحد ما قال هذه الكلمة، يعني تحييد الجيش من الحياة السياسية. ولكن الجيش ما عنده ما دخله في الحد السياسي، هو الشعب، وكلمة الشعب هو ديمقراطي، هو الكلمة الأخيرة هي للشعب الجزائري، وتكون العدالة على حقيقة. نعم. إذا ثلاث نقاط، تهميش الجيش، يعني رجعوه إلى ثكنات وإناطة مهمة حماية الحدود، وكذلك مصالحة حقيقية. بارك الله فيك سي عمار على هذه المداخلة، والمصالحة حقيقية يعني تامة. بارك الله فيك سي عمار على هذه المداخلة. نشوف محمد من عين دفلة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سي عمار. طيبة لكل عمال قناة الرشاد، ونشكرهم على هذه البرامج والحصص القيمة. الله يسلمك. وتحية لأخوي عبد النور، نشكرك على النشاط والحيوية. الله يسلمك. طبعا بالنسبة لنشوف البرنامج أي رئيس يجي يقول لك نقدم برنامج ووفي بالوعود بالشعب، أن نقدم للشعب الجزائري نوفي الوعود، شحال من رئيس اللي يجيب البرنامج تاعه، ولكن البرنامج ما يطبقش حرفيا للأسف، يخرج على الموضوع ويحلف المصحف يقول أنا نخدم ويطبق المبادئ، ولكن هذيك البرنامج يروح هباء المنثورة. حنا نطرحوا السؤال اليوم، أي رئيس يقول لك عندي برنامج ونطبقه، ولكن غير عندما يوصل رئاسيات يبدل كاع واش قال، وهذا مشكل كبير، والشعب الجزائري افقد الثقة. أنا واحد من الناس من اللي كنا دايرين ثقة في المرحوم الراحل محمد الراحل هواري بومدين، من بومدين ما بقاش رئيس، وأنا واحد ما كانش يعني الشخصية اللي قادرة على شقاها في الجزائر وتبني الجزائر ما كانش تماما، يعني بوتفليقة ولا بنفليس ولا أي شيء ما راحش يرجع الهيبة والاقتصاد والبلاد، وراح يحسن الوضعية الاجتماعية للمواطن الجزائري، وراح يخلي الجزائر تكون في مصداقية، وبالتالي كل رئيس يحوس على أنه الشهرة والمكاسب، ويحوس أنه يكون عنده
عنده شهرة ويفوت خمس سنين كما الآخر. ولكن حنا اليوم إذا كان يقول بنفليس وغيره أنني ندير مصالحة ونبني البلاد وندير الصلح ما بين الجزائريين وغير ذلك، هذا كلام فارغ، هذا كلام أي واحد يقوله يعني في الإعدام ولا شيء. ولكن المواطن يشوف الرئيس اللي عنده مصداقية وعنده كلمة يقولها وتكون تطبق حرفيا. بوتفليقة شحال من مرة يدير حملة انتخابية ويمشي الولايات يقول نطبق ونطبق، ولكن لحد الآن أغلبية الأشياء مثلا سبيل المثال زيادة الأجور للعمال، العمال قال باللي في 24 فبراير أن نطبق لكل العمال، لكن أصحاب المصالح العليا زاد لهم بين العمل البسيط والعشرين روزة دوالو. إذا الوقت الحالي أنه السلطة والرئيس لكل حال، إحنا في بلادنا الرئيس ما يحكمش في روحه، عرفوا باللي الجنرالات هما اللي يسيروا الرئيس، الرئيس هو عبارة عن آلة ودمية تسير فقط، أما الرئيس فليس له مصداقية، بل يتكلم ويختاره الجنرالات هم اللي اختاروه. وبالتالي نقول أنه أي رئيس سواء بوتفليقة وغيره ماش قادر يبني بلاده وماش قادر يحل. أما الأحزاب السياسية هذه التي تعوي وتوعي هنا وهناك بأنها تختار مترشح نتاعها، الأحزاب هذه ما قادر ماش قادر ما عندها حتى هي بنفسها ماش قادر لشتها فمتحة وش تدير ممثل تاعها. في بوتفليقة هو نعرف باللي أن الجنرالات راهم دايما بوتفليقة، حتى ويترشحوا الأخرين بوتفليقة عندها نظرة وكلية، الجيش معاه، الأرمي كامل معاه، والسلطة راهي معاه، حتى واللي يكون معوق في كرسي متحرك قابلينه. أما إذا كان الرئيس ما يترشحش هناك نقدروا باللي الجنرالات راح يختاروا شخص اللي يناسبهم ويناسب الحكم نتاعهم ويناسب الدولة اللي تناسبهم. أما المواطن الصباح خضرة فوق طعام، ما على بالوش به تماما. المواطن الجزائري ما عندوش كلمة قدام الدول، يقولوا باللي قادرين ودرنا رئيس، ولكن الشعب أكيد الخطر أغلب الشعب ما ينتخبش لأنه فقد الثقة تماما في بوتفليقة وفي غيره. وبالتالي نقول باللي الرئيس اللي راه جاي ما يزيد ما ينقص نفس الشيء اللي كان ديال بوتفليقة. بوتفليقة أنا أكد باللي هو راح يكون رئيس حتى ما ينتخبش الشعب، يديروه جيرانه وأحبابه وأصحابه ويديروه كاين الدول اللي تعمل معاها هما اللي يعاونوه. وبالتالي نقول باللي لا تقية في الانتخابات، والشعب الجزائري فقد الثقة تماما وراه متكال على نفسه وعلى ربي سبحانه. بارك الله فيك سي محمد، كنت معي ندفله، بارك الله فيك على هذه المداخله. نشوف ابراهيميه من تبسه. سي ابراهيميه، الو، هل سي ابراهيميه يسمعني؟ السلام عليكم سي عبد النور. اهلا بك سي ابراهيميه. واش رايك اخويا؟ الحمد لله، الله يسلمك. سلام ورحمه الله وبركاته، تفضل عبد النور. راني نسمعك. تفضل راك على المباشر، ما سمعتش التلفزيون فقط سي ابراهيميه. بارك الله فيك. صحيح اخويا، لاباس الحمد لله، الله يسلمك اخويا. احنا نقول لك الحقيقه، منين وفات بومدين نحن الاخ الكريم. نعم الو، انا نسمعوا فيك سي ابراهيميه، تكلم. بومدين نحن في الجزائر في الهبطه، ما كان حتى واحد يبني الجزائر. الجزائر فيها كان الناس الخليان واختلاسات والإدارة ناتنا، التعليم راح، ولادنا راح، الدين نتاعنا راح، ما بقى لنا حتى شيء في بلادنا، خلاص كلش راح. تاريخ غبروه، نتاع الشهداء راحوا كلش. نحن ولاد شهداء هنا في ولاية تبسة، كبرنا عاد نشوفوا في الجزائر رايحة، ونتفرج ونشوفوا في الرشوة ونشوفوا في الفساد. نحن في مدينة الشريعة لو كان طول تشوف الطرق، نعم والله العظيم ما زلنا في الاستعمار، ما زلنا في بلاد الاستعمار. ولمن يقول هات يا باطل والشعب يشوف الباطل، حاشا الرجال، ما بقتش الرجال وما بقتش اللي عندها من غيرها عن الدين نتاعهم والوطن. نقول لك ماتوا الشهداء، والله ما يستاهلوش يموتوا على الناس هذه. لو كان جاوا حيين يزيد يديروا ثوره. بارك الله فيك سي ابراهيميه على هذه الصرخه، وهذا ان شاء الله تكون يعني عندنا امل في الرئاسيات، عندنا امل في حمروش. نعم والله عندنا امل في حمروش. اذا تشوف، ولكن مازال ما ترشحش سي حمروش، مازال ما ترشحش. بارك الله فيك سي ابراهيميه على هذه المداخله. اسماعيل
من قسنطينة. اسماعيل او عزيز. سي عزيز اهلا بك. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله بك. تفضل سي عزيز. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله بك. من يتكلم فينا سي عزيز؟ النور واش راك خويا سي عبد النور؟ انا لاباس الحمد لله. من يتكلم فينا سي عزيز؟ من البواقي. ام البواقي. عبد النور انا في رايي نعم نخليو الناس كل يترشحوا. احنا على بالنا خويا عبد النور راك تسمع فيا. نعم تفضل تفضل. احنا على بالنا باللي الترشح هذا راهم ترشحوا له فيها ناس معليش وفيها ناس ترشح فيها إيه؟ النطيحة والمتردية وما أكل السبع والفهم يفهم. النطيحة والمتردية وما أكل السبع. لكن احنا عندنا أمل في قطع حبات ثلاث كعبات ولا أربعة ملاح من إيه؟ بينهم بن فليس وبن بيتور ونكاز. أنا يظهر لي هذا في رأيي أنا الشخصي. نعم نخليه الناس كل يترشحوا النطيحة والمتردية وما أكل السبع والناس الملاح يترشحوا كل واش لماذا باش ينقصوا المرشح السلطة. كي ينقصوا أخويا عبد النور ينقصوا المرشح السلطة إيه؟ نهار آخر اللي يخرج ان شاء الله باش ما يفوتش الدور الاول كي نعديو الدور الثاني ان شاء الله الثم نخليو النخبه هي اللي تدخل. النخبه هي اللي تقرر اشكون نديرو مترشح اشكون نديرو مرشح توافقي اللي نطيحوا معاه الناس كل طيح عليه كذا. نفهم رايك سي عزيز. نفهم رايك أخوة. انك يعني ضد العوده الرابعه. ها كيفاش نفهم كلامك معناتها راك ضد العوده الرابعه ولا كيف؟ أنا ضد العهد الرابعة بكل تفاصيلها وبكل محتوياتها وما قدرتش نعبر بعد. رانا شبعنا يا أخويا. وش تعيب على عبد العزيز بوتفليقة؟ وش تعيب عليه؟ أخويا قلت لك أخويا عبد النور. ألو أسمعني من التليفون سي عزيز. تفضل تفضل. قلت لك نخليه الناس يترشحوا كامل. خليه يترشح اللي يبغى يترشح يترشح على روحه. على بالنا فيها النطيحة والمتردية وما كان السبع وفيها ناس كون جات دنيا ما يخدمش أجون سيكيريتي يولي يروح يترشح لرئاسة الجمهورية. كيعاد وصل الهزال السياسي ووصل العبث ووصل الاستهزاء بهذا الشعب لهذا المظاهر. إذن نخليو الناس كل تترشح. كي يترشحوا الناس كل من بعد باش ما نخليوش مرشح السلطة يفوت. كيما ما يفوتش مرشح السلطة راح نعديه أوتوماتيكمون للدور الثاني. كي نلحقوا للدور الثاني نخليو النخبة هي اللي تقول اشكون مرشح توافقي اللي رحنا نتوافقوا عليه كل نوليو نصبوا كامل لهذا المرشح التوافقي لعل من هذه الطريقه نخرجوا من هذا المازق. لانه رانا ضد العهده الرابعه ورانا ما بغيناهاش نهائيا وما بغيناش اول العهده الرابعه وما بغيناش هذا القدم هذا اللي كانوا يسيروا فيها ووصلونا الى هذه المرحله. فهمتني اخويا عبد النور؟ بارك الله فيك. اذا بارك الله فيك. شكرا اخويا عبد النور. شكرا لك سي عبد العزيز. اذا سؤالنا دوما هل تكون هذه الانتخابات نزيهه وشفافه كما تقول وتتوعد السلطه الحاكمه ام تكون كسابقتها وينسحب المرشحون كما حدث في 1999 ويلتزموا السكوت ويلزمون بيوتهم أم ينزلون إلى الشارع وينضمون إلى هذا الشعب من بطالين وأمهات المختطفين وإلى أصحاب حقوق ويشكلون جبهة في وجه الظلم والحجرة والتزوير. وهنا حق على هذا الشعب بدون استثناء أن يساندهم لأنهم بكل بساطة يصبحون مرشحين الشعب والشعب دوما هو الفائز مهما كان التزوير ومهما تجبر مرشح التزوير. تحياتي لكم وتحيات لكل محب لوطنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كالي. صافي يا خويا، ديك كاشي ماشي قادر تقول لي يا روحي. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة.